السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي دائما إلهام شانيل. جيسبيغ ان شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بألف خير وصحة. فيديو اليوم غتكون وصفة لإزالة الكرش، لأنه هذا الموضوع هذا بزاف السيدات كيسولوني عليه سواء في انستغرام ولا في لاباج اوفيسيال فيسبوك. جميع الروابط ديال المواقع الاجتماعية ديالي غادي تلقاهم في صندوق الوصف. كيف ما قلت لكم بزاف البنات كيسولوني عليه، فاليوم كنجيكم بوصفه اللي بمكونات جد بسيطه، لانه السيدات دائما تقلبوا على وصفات بسيطه وتكون ايضا في المصروف رخيصه. فاليوم جيتكم بوصفه غزاله بزاف، واللي هي وصفه لازاله الكرش وايضا للتخسيس بصفه عامه. غتحتاجوا فقط بالنسبه للمكونات غتحتاجوا كاس مملوء بالماء الدافئ او البارد او الساخن على حسب نتوما وتذوقكم الماء، وانتم يعني شنو كتشربوا الماء سواء يعني دافي او لا سخون او لا بارد. وايضا غتحتاجوا ملعقه ديال القرفه كتجي على هذا الشكل هذا، غادي نوضعها في الكاس ديالي كامل، وغادي نحرك الكاس ديالي كمسه تطلق فيه القرفه ديالي كامله. وبعد ما يعني ما تطلق في القرفه يعني ما تطلق في الكاس ديالكم، تحسوا بداك لوغو ديال القرفه، ايضا غتخليوها يعني بما طلقات واحد ثلث ساعه ولا ربع ساعه، ومن بعد تشربوا كاس على الريق ديال معلقه صغيره ديال القرفه في الماء، يعني بارد ولا سخون ولا دافي، خذوا الشوال اللي بغيتوا وتشربوها كل نهار على الريق. البنات اللي مرضين بالمسران او بالمعده ممكن حتى تفطروا، سينو الا ما كانت كدركم يعني حتى حاجه ممكن تشربوها عادي، لانه ما فيهاش يعني شي ضرر او لا شي حاجه، بالعكس زوينه بزاف. وحنا انا دائما يعني في القرفه كناكلوها في يعني في الوصفات ديالنا المغربيه، ف ما عندها حتى ضرر بالنسبه للبنات اللي مرضين بالمعده. سينو اذا كان عندك يعني شي مرض حاد او لا شي حاجه، فممكن تخلي حتى تفطري عاد تشربي كاس كل نهار من ورا الماكله او لا قبل الماكله ديال معلقه صغيره وحده ديال القرفه كافيه بلا ما تكثروا القرفه بزاف، مع كاس صغير ديال الماء سواء الدافئ او الساخن او البارد. وان شاء الله غتعطيكم نتيجه في الاسبوع الاول، النتيجه اللي ان شاء الله غتكون مرضيه. ايضا ممكن تزيدوا معها ملعقه عسل ديال النحل الاولى ديال السكر. الا جاتكم يعني الا جاتكم شويه ما تذوقتوش ديك البنه اللي بغيتو، سينو بالنسبه للتخسيس والبنات اللي بغاو نتائج افضل ما ديروا معها حتى حاجه. الا بغيتو تعملوا معها يعني ملعقه واحد المعلقه الصغيره ديال العسل سواء ديال النحل اولا ديال السكر، فممكن تستعملوها. سينو كيف ما قلت لكم ممكن ما تستعملوهاش كاع وتيفيتيوها وتشربوا غير كاس ديال الماء مع معلقه صغيره ديال القرفه. هذه الوصفه رائعه وغزاله بزاف، بزاف البنات اولا بزاف السيدات جربوها وكانت نتائج غزاله بزاف، فنتمنى تجربوها. هاد الوصفة كتحيد الكرش مع المداومة أكيد، وأيضا كتساعدكم أنكم تخلصوا في الوزن الزائد في كل جسم ديالكم يعني في كل النواحي. فجيسبيغ هاد الفيديو يكون فادكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه اليوم. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، أيضا تضغطوا على زر الجرس، وأيضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، غتلقاو جميع الروابط في صندوق الوصف عفوا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء، ونشوفكم إن شاء الله في لابخوشين فيديو. السلام عليكم.